بسرعة بسبب حادث سير في مطار ليفرو. إذا مشاهدي الكرام مشتاقين نشوف مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بطاط مدينة الدار البيضاء. مشاهدي الكرام يعني كيف ما كتب معنا في هذه اللحظات حنا كنتواجدوا بالمنطقة ديال عين دياب، يعني حادث سير ما بين سيارة ودراجة نارية اللي كنقل الأكل الجاهز. يعني كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات عناصر الأمن بعين المكان من أجل معاينة ديال هذا الحادث. نسأل الله السلامة، يعني بعض الحوادث اللي كيطراو بعد منتصف الليل تقدر تؤدي للوفيات. يعني كيف ما كتشوفوا معي عناصر الأمن صاحب دراجة نارية تم النقل ديالو من طرف سيارة الإسعاف. بطبيعة الحال عناصر الأمن اللي حاضرين من أجل معاينة ديال الحادث سير، يعني فكنتمناو ليه الشفاء العاجل وكنتمناو أن الحالة ديالو ما تكونش خطيرة وخطيرة بزاف، يعني ما بين موتور وطونوبيل. أو الموتور فين طايح؟ بطبيعة الحال عناصر الأمن اللي حاضرين بعيد المكان من أجل المعاينة ديال موقع هاد الحادث سير. فالله يحفظ الجميع، يعني الله يحفظ الجميع خصوصا مستعملي الدراجات النارية اللي كيقوموا بالألعاب البهلوانية في هذه المنطقة هذه. ربي اللي حافظهم وكيتسبوا في حوادث سير خطيرة. إذن مشاهدينا الكرام مشتاق أنا شفتي غادي نودعكم على منطقة كونفبت مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء وشكرا على حسن التتبع.